أمريكا. نتابع مشاهدينا جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. تدوم حافظ كويس والله يا حضرتك. كنا الاول كان في حوافز بالساعات الزياده، وانا حضرتك قلت لا تبقى مبنيه على الاداء. طبعا طبعا بيبقى مبنيه على الاداء المستهين، فهم بالعكس متحمسين اكتر بيقعدوا. يعني انتوا بتيجوا الساعه كام؟ انا بجي بصراحه 8 وربع. بدري ده واخر جدا. 8 وربع. برضه تيجوا بدري عشان تطمنوا على السيستم بتاعكم والاجراءات اللي موجوده. سامحوني ما بقولكم كده. وجهزوا نفسكم ان شاء الله. وبعدين زودوا، بنزود دلوقتي عدد مستثمرين زياده وبتخليص الاجراءات بطريقه اسرع. حضرتك بياخدوا حوافز وبياخدوا يعني دورات تدريبيه مستمره. طب حضرتك تبعتي لي كل اسبوع افضل موظف او موظفه اداء في هذا الموضوع من كل اسبوع. مع التقرير يجي لي افضل موظف او موظفه في الموضوع. هبقى سعيد جدا بيهم. وخلي بالكم هتبص تلاقيني جيت في يوم الساعة 8 الا ربع، قلت له 8 الا ربع، اجيبك 8 الا ربع واقعد اشوف ليه الشغل ماشي ازاي. انا مستعد بس وقت تحرجني مع العمل. ربنا يوفقك طبعا ان شاء الله. واجهة مصر طبعا. ربنا يوفقك. الحمد لله الحمد لله يا سيادتك. وعملنا برضه كده يبقى في مكان بيقعدوا فيه، وكل هنا الاجراءات حضرتك بتتم. هنا الداخليه برضه بيعملوا كل الاجراءات والمصاريح للمستثمرين الاجانب، الاقامات او المستثمرين للعماله الاجنبيه. فكل الاجراءات اللي متممه هنا حضرتك بقينا بنعملها كمان في يوم واحد. في دعم حتى بالنسبه للموافقات بقوا متواجدين هنا من الداخليه من الجهات برضو اللي هي داعمه، وبنراجع كل الحاجات مع بعض الحمد لله. صباح الخير. الحمد لله. عوض الفلوس اللي صرفتها. ودلوقتي بقى تواجد لبنك مصر هنا معانا، وبنك سي اي بي كان اول بنك اسكندريه كان بيقف فيه طوابير زي ما حضرتك شفت. الائتمان كان بياخد وقت وكان بيحصل مشاكل، فالحمد لله دلوقتي كله مدرب عندنا احسن الكوادر معانا. اتفضل. ربنا يوفقك. لا لا Thank you.